برضو معانا تاريخ تاني و15 اغسطس بس عام 1979 ميلاد كابتن محمد جوده لاعب النادي الاهلي السابق وهو كمان من مواليد مدينه السويس وانتقل للاهلي صيف 98 استمر بالاهلي حتى صيف 2004 وخلال وجوده بالاهلي بقى هو احترف لفتره يمكن قصيره بنادي راول السويسري ده كان 2002 وساهم مع زملائه في فوز الاهلي ببطوله الدوري العام ده كانت مرتين وكاس مصر كمان مرتين ودوري ابطال افريقيا كانت مره واحده وقتها واحترف في 2004 بنادي كمان انقره يعني واحترف عايز اقول لك في تركيا واحترف في سويسرا وبرده تنقل ما بين انديه هنا الاسماعيلي والمصري وحرس الحدود ده قبل بقى ما يختتم مشواره في نادي الانتاج الحربي اللي كان عام 2013 وانضم على فترات متتابعه كمان لمنتخب مصر وبعد اعتزاله اتجه للعمل في التدريب. طب احنا مره ثانيه برده كل سنه وحضرتك طيب كابتن جوده واسامي برده عندنا كبيره في النادي الأهلي طبعا. أكيد طبعا.